يا ألف أهلا وسهلا، منور يا أستاذ. جزاك الله خيرا. ألف سلامة عليك يا حاج. والله يا والدي، الأخ سيف أمير الجماعة لما عرف إن حضرتك بعافية شوية أصر وصمم إنه يجي يزورك بنفسه. حبيبي حبيبي حبيبي، يا سلام، أنا يا ابني قلبي بيتشرح لما بشوف حد منكم. أمال فين بقية الأصدقاء وكده يعني؟ معتكفين. بسم الله ما شاء الله. يا بنتي يا موزي، وأمورني يا خالو. قومي يا بنتي اعملي لنا نقمة علشان الأمير ياكل. من عينيا يا خالو. أخ عصام، ممكن أروح دورة المية؟ اتفضل. كنت عايزك في كلمتين يا عصام. اتفضل يا ابني، انت مش غريب، ما تتكسفش، الكبانيه اخر الطرعه. اتفضل يا بركتنا. يما الناس، يما يما، كله بنفس، والنداله دي حاله عامه، امتى نتحسن؟ ده اللي في يا لهوي يا والدي، انا مش فاهم ولا كلمه. يعني يا صاحبي في ايه؟ حرام عليك يا مجرم يا حيوان. بس عصام، عرفت بقى ان ابوك كان له حق وله نظره؟ انا مش مصدق اللي حصل يا والدي. سيف، سيف ده كان اكتر واحد ملتزم فينا، ده كان مسألي الاعلى وقدوتي. هتجنن، والله هتجنن. هل كل ده كان كده؟ تصدق انت اللي هتجنني؟ الله يخيبك يا ادفو لنفسك، ده علم قياسة. افغانستان ايه وامريكتين اللي عايزين يضربوها؟ عليا النعمه، العيال دي لو نزلت بكوس لها تتسحل. اعتذر يلا بنت عمتك، اعتذر، احمد ربنا انها جت على قد كده. انا اسف يا اليسا بوسي، وارجو انك تسامحيني وتقبل اعتذاري. ده أبشع موقف تعرضت له في حياتي. قول لي يا صعصام، نويت على ايه؟ بصراحة مش عارف يا والدي، مش عارف أفكر وحاسس إني تايه. دي مش محتاجة تفكير، أنت لازم تقطع علاقتك بالعيال دي. يا شيخ عصام، يا شيخ عصام، أنا أذنكوا ثواني. تعجبيني يا بنت، أحبك وأنت شريفة. أوعك كده. ايه ده، الف سلامة عليك. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هتدور معاك. ربنا يبارك لك يا رب. ده مين ده راخر؟ ده واد بيعطف عليه. ياما كان نفسي الاقي حد يعطف علينا كمان. قربت قربت، هعطف. امتى؟ يا والدي، الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها دي، وبعدين مش معنى ان في واحد فاسد يبقى كل الاخوه فاسدين. الله، وفرضنا سبتهم، ها هنعيش منين يا اخت بوسي؟ احنا مصاريفنا كتير، وانا عايش على الشهريه اللي بتجيلي من بره من الاخوه. يعني الموضوع بالنسبه لك سبوبه بقى وكده؟ الله يسامحك يا اخت بوسي، انا ما انكرش ان انا مش مقتنع بكل افكارهم، ولكن في جميع الحالات انا شخصيا ماشي في طريق الخير، مش عيب ان انا اتكسب من الدين. احنا في مكان نقاش دلوقتي، واجع عصام انا خدت قرار، والا والمنصب العباس
والمرسى والعباس هنسيبك يا والدي. بس انا مفيش بس، واذا كان على الشغل خلاص انت هتشتغل مع ابوك. اشتغل مع ابويا؟ اشتغل معاه ايه بالظبط؟ ان شاء الله في الرسم. رسم؟ لا 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 يا والدي مستحيل، واظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. بس ده رسم من نوع تاني. رسم من نوع تاني؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. اوعي يا اختي بوسي كل اللي في دماغي، اوعي وحزان يا واد. افهم بقى، انت ربنا اداك موهبه ميزك بيها، استغلها بقى. استغلها في ايه بس يا والدي؟ في النصر، في التزوير. ومين اللي قال انه تزوير؟ اسمه تقليد. تقليد؟ تقليد. امال ايه؟ فين يعني؟ يا والدي ارجوك ما تلخبطليش مفاهيمي، انا مش ناقص. طب بذمتك انت عصومه، الحاجات يا والدي اللي انت بتتاجر فيها دي كلها اصلي يا حبيبي؟ يا حبيبي احنا بقينا في زمن ما بيفرقش ما بين الاصلي والمضروب. ايوه يا اخويا، وكله بقى مضروب. يا واد انا ما بقولش اي كلام، صدقني انا موهبتي دي ياما جابت خير لناس كتير. اسمع كلام ابوك. مش هتقدر تغمض عينيك.